الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه. ثم ما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها خير زاد إلى يوم المعاد. والله يا سيدا مغليسين خطبتين وحي كور رميسي حرمة الوقيعة في أعراض الناس تدك شرفتو ذا يا نسب كودا يا عرض كودا إن مالك قرعه أما لك أحد قدوه وارهن أين أوران كرنوا إن كودا يبتريسنا إنت كبت بعد إنوا يرته وعين سوغو براروجينينا بل لا نستوى قبتين قبل فوات الاوان انت فرصه اي وقت قلنا لافين والله اسكو كي ودا ابتلاي وين اسكو ررنا عيدي بعيد بي كررنت مدحد مدحد بي دبا تاغينين دمركو دمركي ولادكو ولادكي قنعصتادو كي كلا ميدبا ميد بو سدا او هفيا او الى عربها وروغيا او حمريا او حقريا او عايا ومشكلة دينا والله يسترمتي مركي وحي داتكو اسكبض سدين بض سدين نوح عادي يوم نقط قفكو حابوك فكرة يا سدين لو دين كراه سدين بادو دين كرايسا بل مركا مشكلة دا جرتا او مصيبة وينا ولبا آخر الزمان كا وقت قي داتكو فتنوبان وحيابها سي بطوي يا مشكلة دا داتكا كل نوضة تاسين اسكو براروتين اينا موقفكو اسلامكو اسكتاقي يو سببها كينا وحن يا سيدي الله يسجد وين كرو بركة أهر يا عرضك سيدا وح ما الله قدر عيا وحوي إن قفك أما الله حقره أما الله دعائي ذيو أما الله عيبيو أما الله حنته وح الله وح كستاء قفك الله قد ريو يسجد دم بلهين هدو قفك دم بك على الطريق هذا الله مر يا وين دم وين دم بيسين إن شاء الله مركا هو رئيس هذه الجريمة دم بيغان يستقع هاي وحا وكمديها من أسباب الإفلاس وسبب إفلاسك وحاكو عيرين كروي ووحكو عيرين ايا وحا لأران كروا سبب الإفلاس وأيضا سبب الحماقة ودريقان عسلمو آينو هاي نوي قفك الضدك انتا سوع عبودة ينشيق انكو الصمين ايا ولاليه مسلمين تا إحماني إحقيري كحد قدبي دكتو دي شرفتو دا داواعي رقي دمر وحو كردقاني هاي قف حولها يستا وحولها انتو قصندي سكسو سارو دادك كلا قصندو دا كقرية ألابتي سو حافدي سكسو ساريا حافدا كلو بوحيني أكون كيسو عصيني دادك كلو كو دا كشبي واحد سلاتو كتي يا واحد صونتي يا وحيوردن داد بادو حنبارينيس واد داليس وح الله وحياد علمي يا عبادة يا عطية كدة ذا شيء ضد بعض حمبار ناس إذا أنت أحمق قف وقف وألانه أحمق قال له تحجلين كريا رسول كا يتصور كائن السيا عليه الصلاة والسلام حديث كي حسن كهذا وحول لي أتدرون المفلس فيكم ما تقانا قف كعيدا دحذينا تقف كعيدا وحنون قانا بعيد هذين أما وحبها يسنين تقف كفرمرن أنا وحبها يسنب عيد ليلا ما كان ما هبوره واقف انتو آخره يسا سوتا اغي يساقو عملية عبادة بدن ستا لكن مشكلة دي سوام حدد كي لها ايضان كان نبت قلين كان وو عاي كان وو قدفي كان وو دلي داد كي با الله قرى يا وح الله وحو عمل ست هدي اي كرد ما هو ايا وحي لغو لهانا ايجي با دن بيقو دي دوش اللغة سارا يا مركا قف كاسا عايد لا يلابون مالو وحكا صوت كسبضا ايا وحو استبقى بطين ياتونا مجلو أرنت لو كلا حتى يصيب بعض التواس ومن أسباب الاستحلال سببها وقفك كحل عشان كروي حمانت إن واحد إلى أنا مرك قف وقفك دعائي ذي وكحد قد بلا إلى وركده دوا ولا القاي وحلي ميان حمانة يا وان كحري ريا ما الحمانة أنا يقول له ارتاجم بان وح كل شيء وان كل شيء وان كل علي لا بيقول تالفت يا ذو حان كل شيء وحوري مرك لو يدي غيبة عما وتلمامي ذكرك أخاك بما يكره ووالالك أو أدكو شيكتو وحو نعيو أما مغحونها هاتو أما عيبو سميها هاتو أما دنبيو قلي
أما إن أولي هي وقف كيوت كان حسود أدفر لي صه وسببها كان عذاب القبر وحين دلدلينين هبيني ما لين كنت أحجرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وحكو عدي أبين با الله ما لقيك حيين بو قل بدن بي مريان ضد بدن ولا تسيه وحين كسو قادنا هنا وحال تسيه بو ضد لا أول لا سمي عدي نادر وتشيغو ذي اللابتوب بس لا وديريا عدي حديدة ودي جاي هيلب كساو سيدانية بركي أن ويدينا وحا أي ويغوتشو وابن بوري وكوي دات كشرفتو ذا دور شري مالكا قد شري كوحد كود بشري ومضى ظلما يغو كوحد كود بير بركا تاسوعة المامة سادر قبر قال له عذاب يا لتسيا نبي عليه الصلاة والسلام وحكالو صامر رسولك وحديث كلا عطينا يا عرض قايش شرفت عدد كلا واحد قد بياني على القبر كانته مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير أو في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة لبعض حوالات ولا عذابية وحيدتك فضيستان ولا عذابية بدي كادي وسكدة دادين مدك كلاناتك شرفته ذو ميلك قلع شرايا وحامين حمن شرايا واسكدير شرايا نميميها أرنت نوع من علامات الابتلاء قفك هذا ركتو يسقو عرب نيرا ومدى إلى هاي كنا بتقلي ويدا سيد الراشين كوعنا يدتك وقف ابتلاي سن قفك هلا وصني دتك أي كور ديا قفك هنوصنينا إلهي بكور ديا سبحانه وتعالى حسيد دي سي شيء قديس عمر بن الخطاب مقالة لها يا الله كرالي نوض وحول عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء وضديه إلهي حسكي سبضيه إلهي كوردية وعاف ماضي ددكها كوردينا وهذا الكوذها بضينينا يينا وحكا الشيكتان تاسنا وعذر بولي عاف ماضي كمركة دوني سي إلهي حس عذر كمركة دوني سو يين عروشة ملاحي كرامي سنددك إلهي سامد دبتشي دو دبقيل أرنتاني وحي مدنتي حتى قفك عاسي قاينا لعبينيني لار نصيحي عاسي قلفتي سيادو طوبت كانينا لقهر رسولك صلى الله عليه وسلم وحصام روا حديث نسائي مصنف عبد الرزاق با كتش راسوغان وحصام روا أصحابي ينتو سينيستي قرال كسمي أفر شير كعليي يدو ولي النبي وكور وريجا عليه الصلاة والسلام مركي دمنا دقح بقى لجودي لي مركي دقح لجودي لي يدو ولي الأسيم بصام مري النبي وأصحابنا ويلا صعته مركان نب لبنا نب أيه وضح الله وحي لنا قد رجيم هذا رجم الكلب بل كان أفر تشارس كقرتي الدقح لجودي لي سيدا أي قالوا دي لوكله رسول صلى الله عليه وسلم مركا كبوت شوابينه حقا مركي السعودين ayaa wuxuu soo maray dameer baxtiyay labadii asxaabi buu saawayga wuxuu ri bahal kan baxtigiisa cunaa dibiraa cagta taagay oo biya la cunaabay dhaadan daa waa baxti nijaas oo xaraan wixii goorti dhaweeyeen ninkii asxaabiga ahaa ee la rajmiye dhagax lagu dilay ka sheegayseen iyo hilibkiisa cunaysan kan hilibkiisa ka sahla buu nabigu calayhi salaatu wasalaam imi kana jannadu ku jiraa oo dhaxda baalanaya waxa runtii arintana ay sabab u tahay sabab muadaat illah lil abd adonka waa sababu ilahay kugu culoobay man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb adon allah yaad wali aan leeyahay bulahay awliyada ilahay waa muuminiinta ilahay caabuday alla rumaysa subhanahu wa ta'ala qofka la colaatama ana dagaal baan ogeysiin marka dagaal ilahay baynu ku jirnaa inagoo aan isogayn qofka hadiyad jeer had gudbaya had gudubkan ku dhacaya حتى هوا هذا قفض لله هذا ندليش يسول لي أبو بكر الصديق والرواية صحيح مسلم كسران أبو بكر الصديق يوسد أصحابي وضفريا سهيب يا بلال يا خباب يا أصحاب تبرج هرق على ذا عيدي بشرين أي أيق وضفريا أبو سفيان باصام راي وعلالك قال ذا برج هرق هرك عشرين مركي تمد دوين أجن أصحاب الجليل والنقضاء إسلامي marka saddexdi asxaabiye barigi hore la dhibay ba hadlo waxay raadeen walaa safety safety ilaahay cadawgi ilaahay halkeedii walaa kamay cuska
ورجي على وجهه ولقاربا ويسكن أولا ماشان يسكن مرايا أبو بكر مر كان حريص بلن بها رضي الله عنه وأرضاه متناوح لم دواء ضيق قريش وأنا ملح ذو ذي محاسن أو تلاعدي مر كيد من النبي قوت تجاهه كل كاسور رسول كأرنتي وجوار رمي نبي وحول ميات كعريسي سأصحابته مجاهدين تاهوراء قدام ذا هاي قديم كا دي إسلام كوسهل كم ده إسبو وسهل كم لكن أدنى عشر يدرس بوسينة يا نبي ميات كعريسي سول هداد كعريسي سيجا إلهي بات كعريسي مركا أنتو على ربو يجو تجايا صاب عشر يجونا ويدعيرا واحد بابا أمي درامين لكن رسول صلى الله عليه وسلم وبراروتشيني أصحابي مركا أنت أسوح التلمام يسا dadka muuminiinta oo gardarro lagu dhiba in ilaahay ka cariisinay subhanahu wa ta'ala arda ilaahayna wax sahlan ma arintan waa min akbar al kabaair irdigeena iyo sharafta muslimiinta ay nuunayna ay isku xad gudbayna waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ku tilmaamay xadiis hasara oo marka bazaarna ku sugan xadiis abi hurayra riba 70 huban ربادو وتضبات قيبات برسولك صلى الله عليه وسلم أيسرها مثل نكاح الرجل أمه توقسها لأننا وحويا إلى هذا هو يذيبان قرسانيا قرد مال لما إلى هذا هو السنية حرام هسابه سهلم وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه ربادا توقسي حمي أدراننا وقفك كل يراضة وآذو نحقلا عردك أي شرفت ولا له إن عنه أو كحد قدبه قد يدن يداهي وحي لم يتهايون دي الكيسة إن دادك عردي قوة آينو جاح جاحنا آينو لولك جيدنا آينو سمعادة كدل لأينو كوحاد قدبنا وحونا لم يتهاي يدو قفكي آدي شاكلا صحيح المسلم حكو سوغان نبي عليه الصلاة والسلام مركو مادة كان ببحي أينو سقوتي وحو لاي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ورمضة مسلمين تاينا يسكو حد قدبتان حرام بيدن كتاي ليقين يا مالكين يا شرفتين تدكو الله الله يواي نقر رسولك صلى الله عليه وسلم وحلق قدبا أما واجب كساراني وياي كساراني ويامين وضا سارا مركاد مقاشو قفك ولالك آيه هو أرين تاسوك لسامين ايا إلا الله تاليسو وادسيقنا كيالا جوجيسو سيادقنا آنو كوچي دانين سنحو مان توقع جوكسدو نبي قوله عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه كان له حجابا من النار قفك الشرفت ولالكي ولا قوحة قد بي كتوتيا إلى هذا كداية أرنتا سي دير بي وغن نقطة شيء نار توحى الله إلى هذا دير بي وغن نقطة بركا إنتا ذوق كقايب قادن لهيد كتوتي كي وحن سمين يي سي عددوقنا وغا بدبادة إساقنا وبدبادة دورك إنا لقود بمبا كاسر لقن كنو عنه ومن أمور الجاهلية أرمها إسلام ككسور كذا ويدد كان مسلمين تهين بدقن وتهارين تاني هنا يدك تودي شرفت هذا ملك قرعة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوكول حديثك صحيحة أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أرى أفر الرماد والدين الآن تدكنا إسكبت دين إياه تدكن مسلمين تأفر الرماد والدين الآن هو ولاقيهم هو وضعهم وإسكبت دين ما هو كيب تليسين ما كودي بنايس فهم كأرية بدن اللغة الإنجليزية ما عرقتي إن أخرس كاجا عقبات أيهور تاجن تهي ما عمل سيا تاسيو حلسو أديك أقول مال وحات كهر إساب برنامج كأرية مانتا Word of the Day كاسيو المعلوم البكو برنايسو أرية عصوب أو معنيه سا يا أديك سجي سوا لغوش رحيو بالوالبا دمات كيدا قال امتحان كبشة أرية دي عبرتي أو كوجوريسو أبال مرين قاليا أرية مانتا waa fursada kobcinta kaydka ereyada luqadda ingiriisiga si aad u isticmaasho qor ereyga word una dir 450 afarta arimood waa maxay al fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wan niyahatu ala al mayt wal istiqsab bin nujum ala ma'na al hadith afarta arimood mid waxa weey dadku oo isugu faana abtirsiimo ana laan dheera ah aniga gobah iyo ana talin jiray intii yareed aan ku warwareeg jirin eliidatay oo markuu qofku sidaa isu faaniyana wadacnu fil ansab dad kale aan oo markaas nasabkooda duro kuwaasina waa gun oo way liitaano waa mid go'o waa sabo waxaan tirna samada raga faraha badan waa qof muslimaho midabkaaga laho iimaankaaga laho walaalkaaga
ayaa intaas oo dhan dadka ay daldalayaan ay ku celcelinayaan labada arrimood oo ay sasaan kol haddaad nasabkaaga ku faanto dad baad xaqiraysaa ogow oo iyagana cagsiga bay taasina noqonaysa iyo meydka loo iyo dumarkan iyaguna dhulka isla dhacay ee qadarkaba rumaysnayn iyo xidigaha lagu faashanayo ee qeybka ilaahay wax laga sheegay afartan arrimood ummaddu way ku ibtilaysan tahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam inay ummaddu ka tagaan buu markaa ku baraarujinaya rasuulku salallahu calayhi wasalam arrinta noocan oo kale ah dadka muslimiinta ayn sharaftooda meel laga dhaco oo intaasoo aynu soo sheegnay lagu sameeyo ama qaar ka midaba waxay leedahay cuquba adduunye iyo mid aakhiro labadaba cuquba adduunye leedahayo qofka dadka isku daya inuu fadeexadeeyo ee aanu naseexayn hadafkiisu yaad fadeexadays iyagoo waxba ka haysan oo dee dhibaan ku haynin ilaahayna uu fadeexadeeyaa rabbina waa fadeexadeeya subxaana tirmidi waxa uu warinayaa xadiid xasana nabigu wuxuu la hadlo baaq buu jeediyay wuxuu yidhi yaa man aamana bilisaanihi walam yufdi liimaanu ilaa qalbi waa dadka carabka ka ashahaatay in qalbiga ka ashahaadanow ee aanu iimaanku qalbigooda gelinow laa tu'du lmuslimiina walaa tucayiruuhum walaa tatatabacu cawraatihim فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته تتك قلبك أنك أشهادنا قولك أنك أشهاتيو تتك مسلمين تهاربنا عورة ودنا راح راعنا قفك اسكت يا تتك إنو دبقلو أو عبايو أو انت أشغك ريكتو إلى هين يسقو فضيحة دي حتى قولي سيد حديث هدو جوه إلى هين فضيحة وصوصارة cuqubada kaluu yeelanayaa waxa weeye xaaladaha qaarkood markay arrintaas ku caddaato waa in xadulqadafkii la mariyo siduu suuratu nuur ba ilaahay bilowgeeda kaga warramay 80-kii jeedal ayaa lagu dhufanayaa gabadh buu leeya weysinaysata nin buu leeya wuu sinaysta wax ceebtaas uu ku jiraa waa la soo qabanayaa maxkamadda la keenayaa jirkiisaa la ciqaabaya fajliduuhum 80 jalda sidaa ilaahay ba uu leeyay subxaana wa tacaala cuqubadii aakhirana hadalkeeda daa إلهي يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وحي لين عذاب كل البيلين ما لدي سكوت دي دلك مسلمين تاين عيب تكوفا أفتو أنا أستر من مسلم كي مؤمنين تاين عيب وبا أنت نوع عنو كلا أمر لي باتذن وحرنتي كيني كرا أسباب سببا كيني كرا sababahaas waxaa ka mid a cadaawadda iyo nacaybsiyaha dadka muslimka dhexdooda maraya waa naxliga iyo nacaybsiyaha dadka muslimiinta markay fitnoobaan colaadda dhexdooda ku jirtaabaa keeni karta tan shaaciraa wuxuu yihi wacaynu rida can kulli caynin kaliilatu kama anna cayna subti tubdi lmasaawiya wacaynu rida can kulli caynin kaliila qofka markaad jeceshahay ee aada raalli ka tahay ishaadu ceebtiisa iyo dhaliishiisa way ka dulboodaa kuma muuqato laakiin haddaad u cadhaysan tahay waxaad mijhar iyo microscope saaraysaa weynaysa aada ku eegaysaa dhaliil kastuu leeyahay sidaas uu jeedaa sidaasuu ahaan jiray sidaasaan ayaa lagu sheegayay ceeb kas wax kasta oo uu leeyahoo yar markaa way kula weynaanaysa dadku markay isjecel yihiin waxaan oo kale uu ka yaraadaa markay isnacaan baa balaadan ay soo baxdaa arrintan oo kale ama arrintan iminka may bilaabmine khalqigii ugu horreeyay ilaahay uu bilaabay ama basharka abulbashar nebi aadam calayhi salaam markii ilaahay uu abuuray labadii arrimood ee uu ku bilaabay ibliisa laciin labadii unbaa tan sabab u ah waxa sal u ahaa sabab u ahay waxa weeye ee gundhiga u noqonayaa labadii adhaxda uu kaga jabay ibliis isagoo ilaahayba hortaagan labadaasina waa maxay alkibru walxasad waxaa keena arrimahan aynu ka warramayna alwaqiica fii acraadi lmuslimiin dadka muslimiinta in sharaftooda lagu xadgudbo kibirkii uu ibliis kibray markuu ilaahay yidhi u sujuud waxa uu yidhi ana khayrun minhu anaa ka khayr badan waa taa uu nebigu tilmaamaya nasab lagu faaniyo nasab la durayo anaa ka khayr badan bu dee isagana dhoobaad ka abuurtay anigana naar baad iga abuurtay caqligayguma sheegaya buu yidhi inaan anigu u sujuudo anaa ka sharaf badan waa kibir ta kalena xasad baahid markii leeyahy malaa'igtii ilaahay oo dhan baa u sujuudaysa aadna raac isagoo daciifkaasoo liita sideebay kan bani aadamka malaa'igtan ugu sujuudaa buu ku leeyahy labada arrimood baa sabab u ah oo kasii farcamay cadaawaddii
وحكاني كروح على الضمعة وقفكم مركو ضمع كوب بدنيها هذه تشير ما أقول أدد أمان الله أمان علم لغو أمان عود لغو أمان مدح تنم وحونا قو عدك لا يتشعلاتو عدك لا يالتا ما أقول إساقا وحول بيس لتشعر رسولك صلى الله عليه وسلم مدن دمع سوق الدقايو وحول ما الفقر أخشى عليك والله إنانا الدنيا إنا ويداني دي كعب سنينين ترتن كيده يدمع إذا أيوم بان دي كعب سنية يدو إذن هلاقي دون تسيدي كوي هوري ومضي هوري أيو هلاقتي حالكم حون نقونا يهتين وارقنا حمانتاً إيا ميسان كأوصار الشرعه إيا جريمتاً حالكم وحوية توبة إلى الله إنو قفكو إلهي وطوبتك يارم ودن بكستو قفكو قلق قال نبابها هاته توبة دوال أقبلها وإلهي نوي نوقب شاري سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دن بيودان إلهي ودا فايدتك دن بابين محمد واحد كتلا هذا soo noqdo ilaahay u soo noqdo oo ha qoosanina laakiin mid ka meeshay laaba wuxuu yahay arintan waa arin bani aadamka ku xiran oo ciidad ku had gudubtay ku xiran tahay wixii aad dambi ka gashay hadda dagtooda meel kaga dhacday hadii aad xoolo ka qaaday hadii aad dulmiday inaad u celiso ayaa toobadii kamida ama aad ka xalaal miirato aad xalaal weydiisato ay ka caafiyaan waxa halku noqonaya an nadaru ila awaqib al waqi'a inaad eegto وحيابهن أتكشرتها وحي كذن بين كران فذا حدا ومعنا وعقاب الدنيا وعاب الدنيا يعذاب آخره وعاب يعذاب سيدا النبي نوع الدنيا عليه الصلاة والسلام وحولها إمام كي جليل كها حسن البصر تابعي جليل كاي وعلماء إلى هذا يشبه كلامه كلام الأنبياء هذا الكيس هذا النبي ذا أيوة قا معنا مركي حكمتي مركو النقضي قف تقوذي سأي بدن تهيبا إلهي حكمتي مركا هذا الكيس وحاو النقضي مدل يا بدن أو ميسان بدن وحو لها طوبة لمن شغل عيبه عن عيوب الناس وحاد شنائي وناقل قفك عيبتي سأي كمشقول استددك كلا عيبه هذا هلكو كيك إلها ددك كلا عيبه هذا إساقو إسكو مشقول أدوكو تاساد لا تاساد لا تاساد لا سداد سوصحي كرتا حديث بيع علماء كنت المامان الحديث لا قشة قوى ضعيف لكن هو قول تابعي أن وحى كلا كم إذا وحيا بها إن جع وين كره أرنتن إن إنه آخرنا نصوص تقص أرتى باب كنا علم عضوي على طه وحني ميسا ما هسا غير الذنوب حلا جابت لك قاركودين يدم بيروها يستا لكن الذنوب تواوين كين هذا علم أولى هذا هاي وحن يين هذا كشاهل تواي كلا دوين شيخ مرك هذا قارو لا هذا إذا وعدك كذا جيس تات كتبت كآخر إذا آياتها كآخر إذا أحاديث كآخر إذا آيات قرن كريسا قرده ولاي لكن قفك الجاهل كأو حلاقي يا بوح يرينيني لوينه وحوينينيني لسه ليه يا لقي يا با رسولك صلى الله عليه وسلم من أصحابي الله هذي وحديث حسن ترمذ وكنت المامير حسن يهي أن أصحابي كأو حلاقي لا عقبة ابن عامر مركو النبي وعدي بديع عليه الصلاة والسلام إن ربضاً يبلا يبضاً وكشكي أي رسول كي أفكوا له بيوحوا لمن نجاته يا رسول الله رسول الله محلق نبات قلا وسؤال هذا مهيمة بلواتنا النار وحلقوا قلا يا بدي محان كل نبات قلا نبي قوحوا أصا كوابي أريا كوابا بو وقشاكي مركا صدح ذن الرمادة أي مصاح صني وحوري أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك صدح لا الرماد ما كو صورورني يا ابني مرك هرا عرب كاغا اسكا هيسو بلا يود مي عرب كاي كتما دا خرت افكاغا الى شو وكلمدو انت هرا ادا هيا مرك كا سو بخدنا ايدا كو هيسا او ادو غدبيسنت الى هي اكتسي اومدا اكتيد وليسعك بيتك كوريغا غنها كو قادو تاسينا waxay noo sheegay saarin kale lagu nabad galo أن تقلل مخالطة الناس تدك دحكل كوداي نادي رئيس لأن تدل أرق يا بدي بلا أرق دادي مك مساج كان يسكت شوكتو شقلا يسكت شوكتو تقولي يسكت شوكتو ما شو حلقو براني يسكت شوكتو وحنا ولا مو كاي رانية مركز لكن مفرش كده هي كرسي كده هي رج كده سكت دوناتو دم بيلا كاتولا يا وحنا يا وح كده رم بعد مركز جليس مركز كوري كأقولها كو قادم واري الله بعده الشيء اللي سدد كدحكل كوداي نادي رئيس وابكي على خطيات أنت استحالات كنا بتقول يساوي حوي إن هذا أذوق قف كاجا كأيده أو قف كاجا أتكور ورد
oo ceebtaada aad eegto oo intood buug iyo qalin soo qaatay inta ceebood aad leedahay aad tiriso ka fikirta saad uga toobadkeen ilaahay isu sixi lahayd ila qofku naftiisa been uma sheego weligoodba dadku ha ku ammaanaan laakiin adigu waxaa tahay waad isogti sidaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayuu xalka ka dhigay idan markaa waa towbadda iyo arrintan cidhib xumaday leedahay inaad eegto iyo ceebtaada inaad u fiirsato iyo dadka dhexgalkooda inaad yarayso arrimahaasaa dawo kaaga noqon kara haddii haddaba uu qofku yahay qof daalina oo adiga gaf kaa galay aad cafii kari weydo aad saamixi kari weydo markaa waddo loo maraabay leedahay ilaahay baa ka jawaabay wuxuu yihi laa yuxibu llahu aljahra bisuui min alqowli ilaa man dulim hadal xun in kor loo qaaday ilaahay ma ogola qofka la dulmiyey mooyaane qofka la dulmiyey ciddan dulmiday ciddii ka qaban lahayd buu la tegaya maxkamadiiyo garsoorku u tegaya ehelkiisiibuu u tegaya acyaanta ka qabanaysa u tegaya isagoo hadafkiisu uu yahay inuu wixiisii helo oo aanu fadeexad iyo xadgudub iyo dulmi ahayn wixiisii iyo xaqiisiibuu raadsanaya taana sharcigu u ogol yahay inaad wixii uu qofkani ahaa sheegto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hindaa u timi xaaskii abu sufyaan waxay leedahay ina abaa sufyaana rajulun shaxiix ninkan abi sufyaan la yidhaha saygaygu waa bakhayl ka joog ka joog nebigu ma odhan bakhayl la ku sheegine laakiin wuxuu maxaan ka qaataa bay tiri markaa dee xoolihiisii wax ma ka yara kororsan karaa biilka ma yara kaban karaa marmarka qaarkood dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi bilmacruuf adigoo aan ku xadgudbaynin wixii yara kaa dhiba waad kaga darsan kartaa marka arrintaa waxaa loo saamaxay inay wax ka sheegi karto dee garsoorkii bay hortaagan tahay arrinkiina wuu galay halkaas waa nin iyo xaaskii oo kala cabanaya waa laba shuraako oo kala cabanaya qofku gafkii uu kaa galay amaama alqadaa garsoorka hortiisa waad sheegaysaa taasina hadafkeedu maaha fadiixa eh waa tadallum baa la yidhaha waa qofkii oo dulmigii laga galay sheeganaya si looga xaqaado idan markaa labadaasaynu kala saaraynaa qof aan waxba kaa gelin oo beri ah inaad u dabagasho arrin ceebihiisa iyo xadgudub inaad ku samayso waxaan u gelin oo markaa aad iftiraaga iyo been abuuradka iyo arrimahaas samayso waxaasaa looga dhacayaa oo laga dhexlayaa marka waxaan leenahay aynu ku soo ururinaynaa dhinaceena aynu u turanno haddaynu cid u eexanayn dhinaceena aynu u eexanno mustaqbalkana aynu eegno camalkeennana iyo inaan cid kale ugu shubin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أبك الذهب بلاس oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada